فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في ليلة القدر من كل سنة. لا، في رمضان، ما هو خاص بليلة القدر. كان جبريل يدارس، ينزل ويدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، هذا في كل الشهر دارسه القرآن. نعم.